أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. نجوى فؤاد تعترف بأكبر خطيئة وقعت فيها. اعترفت الفنانة نجوى فؤاد عبر استضافتها مع الإعلامية رغد شلهوب عن أكبر خطيئة وقعت فيها وهي عندما أجهضت نفسها، ونصحت نجوى فؤاد أي سيدة بعدم اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدة ندمها الشديد على خضوعها لعملية إجهاض، موضحة أنها في ذلك الوقت لم تكن مستعدة لخطوة الأمومة بسبب نجوميتها وشعورها بالخوف من ألا تستطيع تربية أبنائها بشكل صالح. عرض فيلم عن قصة حياة باسم يوسف. يعرض الفيلم الوثائقي بمهرجان ترايبيكا السينمائي في نيويورك، وهو الفيلم الذي يتناول حياة الإعلام الساخر باسم يوسف وبرنامج البرنامج. يروي الفيلم قصة حياته ورحلته من جراح قلب لأحد أهم الإعلاميين العرب وأكثرهم تأثيراً على مستوى العالم، ومن خلال العمل الذي يتنافس مع 11 عملاً آخر تلقى المخرجة الأمريكية سارة الضوء على مدى تأثيره الذي أحدثه باسم يوسف في صناعة الإعلام وفي آراء الجمهور المختلفة من خلال سخريته الإذاعية وانتقاده للمشاهد السياسية المصرية في الأعوام التي رأت فيها ثورة 25 من يناير بصورة غير مسبقة. الفنانة اللبنانية خدوجة صبري تحتفل وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي. احتفلت الفنانة خدوجة صبري نجمة المسرح بعيد ميلادها الذي أثار الجدل عند نشرها كلمات عبر صفحتها الشخصية فيسبوك. أثناء الاحتفال قالت: عيد ميلادي بدونك يا منى، لا زلت أتخيل إن وفاتها مجرد حلم وإنها على قيد الحياة، لا زلت أتخيلها فأبتسم مرة وأبكي ألف مرة. الله يرحمك أختي منى، وهي أخت الفنانة خدوجة التي رحلت من فترة قريبة، وتأثرت جدا الفنانة وأوقفت استكمال أعمالها وحالة من الحزن تسيطر عليها، لكن يفاجئ جمهور الفنانة المحبوبة خدوجة بالتهاني وإرسال الورود والتراث لها. ومن أهم التعليقات: أنت فنانة جميلة ولديك قلب جميل وإنسانة بمعنى الكلمة. بالرغم من تقدمه بالسن، أميتاب باتشان ما زال الرجل الأول في الهند. وبالرغم من تقدمه بالسن، تألق النجم البوليودي ببدلة أنيقة وتصريحة جميلة ولقطة تصويرية مميزة جعلته يبدو أكثر شبابا. ومن التعليقات المثيرة المضحكة على صور النجم البوليودي أميتاب باتشان: أنت معلم، أغنية النجم سعد المجرد. براد بيت يكشف تفاصيل محزنة عن مرض زوجته أنجلينا جولي. وكشف براد بيت وفقا لما ورد في الصحيفة عن وضع أنجيلا جولي الصحي، قائلا: للأسف لا تستطيع التحرك من على سريرها، وتم حجزها في إحدى المستشفيات بواشنطن لتلقي الرعاية الصحية، وما زالت حتى الآن تحت الملاحظة الطبية، ولكنها لم تمت كما ردد البعض وقام بالنشر.